السلام عليكم. الإلحاد هو فلسفة متكاملة الأركان تنكر أي قوة غيبية. قبل القرن الثامن عشر الميلادي لم يوجد ملحد عبر كل التاريخ وعبر كل الجغرافيا، لكن الملحد العربي المعاصر للأسف الشديد يحاول بمنتهى الدهاء أن ينسب الإلحاد إلى بعض المفكرين والفلاسفة. أولا، ينسب الملحد العربي الإلحاد إلى بعض أئمة وعلماء وفلاسفة الإسلام، فيقول مثلا أن ابن سينا كان ملحدا. ابن سينا المولود عام 370 هجرية كان من أئمة الدنيا وكان من كبار الفلاسفة، لكنه كان من الشيعة الإسماعيلية كما يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، فدرس الإلهيات للرد عليهم. لكن الرجل التبست عنده بعض المسائل، فقال مثلا بأن المعاد يوم القيامة يكون بالروح لا بالجسد. هذه خطيئة في العقيدة، لكن ما علاقة ذلك بالإلحاد؟ الإلحاد هو فلسفة تنكر أي قوة غيبية، لكن ابن سينا يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن أن هناك بعث، لكن فقط ينكر مسألة البعث بالجسد ويقر أن البعث يكون بالروح. ما علاقة هذا أيها الملحد العربي بالإلحاد الاصطلاحي المعاصر الذي يعني إنكار الصانع؟ أيضا الملحد العربي المعاصر ينسب الإلحاد إلى جابر بن حيان رحمه الله الذي ولد عام 101 هجرية. هذا الرجل كان من علماء الكيمياء وسمي علم الكيمياء باسمه، فيقال علم جابر أي علم الكيمياء. هذا الرجل جابر ابن حيان هو واضع أسس العلم التجريبي في الكيمياء، فيطلق على القلويات القلاي في كل لغات العالم وهو واضع هذا الاسم. هذا الرجل كان مصاحب للإمام جعفر الصادق رحمه الله، فكيف ينسب إلى الإلحاد أيها الملحد المعاصر؟ أيضا الملحد المعاصر ينسب الإلحاد إلى أبو العلاء المعري. هذا الرجل اتهم بذلك بسبب رسالته في الغفران، وهي رسالة مزح إلى زميله ابن القارح، وقد برأه من أي تهمة في عقيدته المحدث الجليل أحمد شاكر والعلامة المفكر أبو فهر محمود شاكر وأيضا ابن النديم. ما علاقة هؤلاء بالإلحاد أيها الملحد العربي المعاصر؟ لا يوجد عبر كل التاريخ وعبر كل الزمان وعبر كل المكان قبل القرن الثامن عشر الهجري أي الثامن عشر الميلادي أي ملحد على الإطلاق. لكن نترك قليلا حاضرة الإسلام وننتقل إلى الحضارة الفرعونية القديمة. كان الفلاسفة، فلاسفة منف والأشمونين وفلاسفة طيبة وفلاسفة هليوبوليس، كانوا هؤلاء يحاربون كهنة المعابد الوثنية ويعيدون البشر إلى عقيدة التوحيد النقية. ولذلك انتصر بالفعل التوحيد في مصر لمدة تزيد على 500 عام قبل ظهور حتى إخناتون. هذا الكلام موجود في كتاب The Culture of Ancient Egypt لكاتبه ويلسون وترجمه دكتور عبد العزيز إبراهيم صفحة 228. هذا الكلام يؤكد أن فلاسفة القدامى في الغالب كانوا من أتباع الأنبياء وأعادوا نسق كهنة المعابد إلى التوحيد الذي بشر به الأنبياء.
لكن إذا انتقلنا شمالا إلى ياقوتة الفلسفة، دولة اليونان، في دولة اليونان كبار أئمة الفلسفة عبر كل التاريخ كانوا من المنزهين لله عز وجل. فأفلاطون كان يحذر تمام التحذير من أشعار هوميروس لأنها تخل بالسمو الذات الإلهية. أيضا أرسطو هرب من أثينا لأنهم حاولوا أن يحاكموه، لأن أرسطو كان يدافع عن التوحيد إلى الحد الذي وصل بأرسطو إلى شيء من التعطيل من قمة بحثه عن سمو الذات الإلهية. أيضا زينوفان مؤسس المدرسة الأيلية كان موحدا، فيثاغورس كان موحدا، كل هؤلاء الفلاسفة كانوا دعاة توحيد، بل إن سقراط سبب إعدامه المباشر طبقا للوثيقة الرسمية التي كانت فيها لائحة الإعدام أنه لم يكن يؤمن بآلهة المدينة. فسقراط كان ينهى عن الوثنية ويدعو إلى التوحيد. في واقع الأمر العقل لا يستقل بإثبات وجود الله، ولا يستقل بتنزيه الله، ولا يستقل بتوحيد الله. في غالب الأمر هذه الأمور استقرت في عقل هؤلاء عن طريق نبوات حاول هؤلاء الفلاسفة أن يعيدوا نسق الأنبياء ونسق التوحيد النقي إليها. استطاعوا في مرات كثيرة، حوربوا في مرات أكثر، وأعدم بعضهم. لكن الشاهد من هذا الكلام أن الملحد العربي المعاصر حين يستخدم الفلسفة كسند معرفي له، هو بذلك يذكرني باليهودي الذي يفتخر بهتلر. فالذي يتحدث عن الفلسفة عليه أن يعلم أن الفلسفة ظلت قرابة 22 قرن سند إبستمولوجي معرفي مباشر لكل الديانات. فلم يكن يوجد ملحد قبل القرن الثامن عشر الميلادي، لا في حاضرة الإسلام ولا في الحاضرات التي احتضنت الفلسفة. والإلحاد هو فلسفة طفيلية معاصرة لا يوجد له سند مجذور ولا منبوت في الأرض، فهو لا يظهر إلا كزعانف سمك القرش وسط بحر الدين الهادر كما يقول الدكتور الشهري. فالإلحاد فلسفة طفيلية وقتية سطحية لا يوجد له مستند لدى البشر، ولا يوجد له تاريخ، بل تاريخ الإلحاد لم يتعدى مرحلة القرن الثامن عشر الميلادي. والسلام عليكم.